بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا جماعه؟ النهارده معانا نوريكم ايه افضل مجموعه او افضل تشكيله عشان تقدر تعمل بيها التحدي عمال المنجم يستخرجون الذهب، مش عارف ايه الترجمه الطويله بتاعه اللغه العربيه، مش عارف في اللعبه كده يعني. بس احنا يعني عملنا التحدي يعني، وخدنا الموشن بتاع اللعبه الجديد. هنوريكم اهو، ده الموشن اللي انت هتاخده وهتاخد جولد كتير. هنوريكم المجموعه اللي لعبت بيها. فانا لما سجلت بس التسجيل باظ، فهنوريكم مثلا اهي دي التشكيله اللي انا بلعب بيها. هنوريكم فيها ماتش، معانا الطياره ومعانا الماينر طبعا اللي نازل، ومعانا الفاير بول ومعانا البتاع. انا كنت بلعب واحد اسمه جوست، وهنوريكم كده الماتش عشان وانا بلعب بالتسجيل باظ. هو نزل الويزرد وانا نزلت الطياره اللي على اليمين. طبعا راح انزل لي البنت اللي معاها مدفع. رحت انا حادف الماينر هنا، قلت اعمل عليه ضغط. الويزرد هندافع عن الويزرد، قدرت ادافع بالويزرد. نزلت هنا عامل المنجم العظيم، عمل على هجوم من على اليمين. نزلت الكهرباء، قدرت ادافع بالكهرباء ونزل عليا الحصار. هنعمل ديفنس هنا بالمبنى، عملنا ديفنس. طبعا بتوع الكهرباء دول هياخدوا من البرج حبة حلوين. هو معاه مياه كتير، نزل الحفار. نزلت انا الجيش الست اشخاص. نزلت الطيارة عشان اقدر اعمل ديفنس جوي. كان هنا لازم فاير بول بس ما كانش معايا كفاية، قدرت اصد الهجوم اللي على اليمين ده. وفي هجوم من على اليمين من هنا على الطياره كده، انا خدت البرج اللي على اليمين ده، قدرت اخد البرج اللي على اليمين ده واصد الهجوم اللي على الشمال. بحاول ابوش هنا على البرج اللي على الشمال، ممكن نسرع شويه معاكم. اهو راح نزل حفار، بدات انا دافع بقى خلاص، انا مش عايز حاجه. البرج اللي على الشمال ده برضو كده اخدته. فاير بول، الطياره والماينر. هو يعني لسه ما يأس، رغم ان الاتنين بتاعه طار وعايز ياخد برج. قدرنا ندافع لحد اخر لحظه، وهناخد طلعه ثلاث مباني. قدرنا ناخد التلات مباني، لا ما قدرنا ناخد التلات مباني. هنوريكم ماتش تاني بنفس المجموعة دي. طبعا انا لعبت بيها كده ماتشات بس ما كانتش موفقة يعني، بس يعني انا كسبت بيها التحدي. هنوريكم ماتش بيها تاني مثلا هنا. الاول كان لاعب اسمه جوست، ده نازل معانا نفس الورقة اهو، بس الترتيب يعني كويس مش وحش قوي. هو معاه ويتش ومعاه هود رايدر ومعاه الملكة ابو سيف. نزلنا الجيش بتاعنا، لعب هود رايدر ما التومب ما ظبطتش نزل هنا الساحرة الويتش. وانا الطيارة دي بحبها جدا لانها بتضرب من بعيد. البنت اللي معاها صاروخ، صواريخ دي يعني من اكتر الشخصيات يعني منرفزه في اللعبه جدا. بس قدرنا ندمر من على البرج اليمين ده حاجات كتير، واللي على الشمال ده هناخد شويه. لعب البرميل معانا فاير بول، هنلعب الفاير بول. الهود رايدر يعني ملحقنا بحاجه بسيطه جدا، ملحقنا نزلنا التوم، ننزل حفار صدينا الهجوم ده. ممكن نجري شوية عشان الناس ما تزهقش. هو نزل لنا حمام المنجم العظيم، احنا ننزل عمل المنجم العظيم. من اقوى كروتين في اللعبة ده يا جماعة. حاولت ابش على اليمين هنا، حاول ناخد البرج اللي على اليمين ده.
فاضل له 700 بوينت. بدأ يعمل عليا بوش جامد سريع قوي. حاولت انا لسه مصمم اخد البرج اللي على اليمين ده. فاير بول كانت كويسه جدا، عرفت الماينر. بدأ يحاول يعني يلحق الوقت، بس 10 ثواني خلاص مفيش وقت يقدر يدافع بيه. احسنت، يعني هو قال لي شاطر. اوريكم ماتش كمان يا جماعه، المجموعه دي جربوها قويه جدا. اوريكم ماتش تاني، اوريكم ماتش مثلا ويلي. شوف ويلي ده، نسيب لكم الوقت عادي جدا تتفرجوا. نفس الكروت نلعب الجيش تقريبا العظيم بتاعنا. نستنى، استنينا لعبنا الجيش بتاعنا، هو لعب الحفار بتاعه. هننزل بالطيارة اعتقد. ايوه لما برميل لعب الوزارد والطيارة عاملة شغل حلو. الطيارة بصراحة من احسن الكروت في اللعبة. هو عامل سكنات، السكنات بتاعته للعبة حلوة. بدأت اعمل انا هجوم على الشمال هنا، هو معهوش ديفنسات. البرج اللي على الشمال ده اعتقد ان انا اخدته خلاص. الحفار ده فظيع يا جدعان جدا، يعني هو دمر البرج وراح برضه يموت الماينر. حتى ضرب البرج. نزل الحفار تاني هو، ونزل البالون، حاول يعمل هجوم تقيل. اعتقد ان البورد هيروح مني في الحتة دي، لان البالون برضو قوية جدا، الدمج بتاعها كبير قوي، حتى لما بتقع بتفجر نفسها. يعني نزل الفالكيري، اخيرا انا هنزل الطيارة، هنزل الطيارة اللي هو الحفار. نزلت الحفار على اليمين هنا، عملت الخاصية بتاعت ده عشان يجي من هنا على اليمين، والبرج التاني خدناه. هو نزل حفار على اليمين، هنحاول ندافع احنا. سيبنا خدنا التلاتة. المجموعة دي قوية جدا يا جماعة، جربوها هتقدروا تخلصوا التحدي بسهولة جدا من غير أي محاولات تانية. اهي انا عملت التحدي اهو، خدنا البتاع. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب، واستنانا في الفيديو الجاي. وشكرا، سلام عليكم.